يلا باك تو سكول. ازاي اقدر اظبط نومي مع العوده للمدارس؟ مش انا واولادي. اول حاجه هنعملها هنحدد وقت مناسب للنوم، يعني هنقول ان احنا هندخل دلوقتي ننام ونحاول ان احنا نصحى بدري، ولو مش جاي لك نوم خليك قاعد حتى لو مفتح في السرير. الحاجه الثانيه نحاول نقلل نشاطنا ونقلل نشاط الولاد قبل النوم. زي ايه؟ نتجنب الاجهزه الالكترونيه، الموبايلات واللابتوب، علشان الاضاءه الزرقاء دي بتخلي عندنا هرمون الكورتيزول يعلى وبالتالي ما بنعرفش ننام. رقم 3، هدوا الدنيا، نحاول نهديها على قد ما نقدر، ونستخدم كمان درجات الحرارة المناسبة، يعني نبرد الأوضة شوية ونهويها، ونتجنب الضوء والضوضاء علشان الحاجات دي كلها بتأثر على جودة النوم وبتعلي عندنا هرمون التوتر الكورتيزول. 4، نعمل رياضة على الأقل قبل النوم بساعتين أو 3، أو نعملها بعد الظهر. أنا عارفة إن الجو حر، بس نحاول نعمل أي مجهود علشان تساعد في تحسين نوعية النوم. 5، نتجنب المنبهات لينا وللعيال، مفيش لا شاي ولا قهوة ولا بيبسي ولا أي أكل تقيل قبل النوم. أول ما نصحى من النوم لازم نفتح الشبابيك ونرتب السرير ونشوف الشمس يا جماعة علشان نحس كده إن إيه، إن اليوم بدأ. مهم جدا أول ما تصحى من النوم اعمل تمارين الإطالة علشان دي بترفع هرمون السعادة وبتطرد الكسل، وأوعى تاخد غفوات في نص اليوم لا أنت ولا أولادك. قولولي بقى، استعديتوا للمدرسة والجامعة ولا لسه؟